ده اللي انا كنت بقوله. معلش، هو واخد الدوري مرتين ورا بعض. خد الدوري عشان كان احسن فريق في الدوري. يبقى مش مظلوم. لا مش يبقى مظلوم. يبقى بالعدل. لا بص، تاريخيا في اخطاء تحكيميه على الزمالك. يبقى الاحسن بيكسب. طيب ولا الزمالك بس بيكسب عشان الاحسن؟ لا، الاهلي كسب بطولات. طيب كتير عشان كان الاحسن، وانا اول واحد بقول كده عشان كان احسن. لكن الزمالك اتظلم كتير في ايه؟ مش كوره بس. الزمالك اتهضم حقه في اوقات كتيره جدا. كان المفروض ان الزمالك هو يكون الاكثر مبيعا خلينا نقول، والاكثر تسويقا، وان يبقى بيتسوق بشكل افضل. ولكن في وقت من الاوقات كان في تضارب في المصالح كبير جدا في الكره المصريه. ايه هي؟ الكابتن حسن حمدي كان رئيسا للنادي الاهلي ورئيسا لوكاله الاهرام للاعلان في نفس الوقت، اللي هي كانت بترعى الزمالك وبترعى الاهلي. يا كابتن ميدو، انت بتكلمني على تاريخ كوره في مصر بقاله 80 سنه. ماله ماله ماله، انا عايزه اتكلم معاك على حاجه تكون، يعني احنا بنتكلم على حاجه منطقيه عشان الناس تشوفنا وتصدقنا. بكلمك والله بالمنطق. كابتن حسن حمدي ده ساب الاهرام من سنين. ما انا بقول لك طويله. طب ما انا بقول لك في وقت من الاوقات. اسمعي يعني. طيب احنا ولاد النهارده. هضرب لك مثلا الوقت اللي احنا ولاد ال10 سنين اللي فات. طيب ماشي. طب والزمالك ماله؟ في ايه؟ قولي لي ماله. مش انا اللي بقول، انت اللي بتقول. انت قلت مظلوم. طب وانت مدرب الزمالك كان في مظلوميه للزمالك؟ يعني ايه مظلوميه؟ يعني احنا اتظلمنا. كان الزمالك يعني مظلوم؟ الزمالك زيه زي اي فرقه تانية في مصر بيتعرض في وقت من الاوقات لظلم تحكيمي. هنعوم الاجابه مش بقى. بعوم. ما انا بقول لك ايه الهدف؟ انا مش فاهم ايه الهدف. طب ما الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي عادي. صحيح. وايه المشكله؟ انا بسالك. صحيح. الزمالك بكل بساطه في وقت من الاوقات كان المفروض يدخل ملايين اكتر بكتير من النادي الاهلي، وبسبب ان الكابتن حسن حمدي وان كان في تضارب في المصالح، كان رئيس وكاله الاهرام للاعلان ورئيس النادي الاهلي، كان في الوقت ده النادي الاهلي بيتباع له اكتر من الزمالك. في الوقت اللي كان الزمالك بيفوز بكل البطولات وعنده جيل عظيم طبعا في بدايه الالفينيات. انا بضرب لك مثل بحقبه زمنيه. الزمالك في اوقات كتيره جدا اتظلم، لكن في نفس الوقت اللي انا بقوله ايه؟ ان ما ينفعش دي الرساله اللي توصل للولاد الصغيره علشان يطلعوا عندهم عقليه الفوز، ان هو بيكسب ايا كان اللي بيحصل، هو بيلعب على المكسب. ده كان قصدي من الكلام اللي انا بقوله، اللي ممكن بعض من الجماهير وشريحه من الجماهير ما فهمتوش كويس، وكويس ان انا بتكلم معاكي في الموضوع ده عشان اوضحه.